شكرا لك بهاء. اما هلا مشاهدينا بننتقل لفقرتنا الاخيره وبتهم كثير من الناس اللي عم يتابعونا اليوم. اكيد نور، رح نحكي عن موقع اصبح من اشهر وافضل مواقع التواصل الاجتماعي من خلال قدرته وتمكينه للشخص المستخدم على ارسال واستقبال الرسائل كثير كبير وايضا بشكل كثير خصوصي. ايضا هو بيمكن الناس من قراءه الاخبار ونشر اخبارهم الخاصه. أكيد عم نحكي عن الفيسبوك نور. أكيد سلمى، في اهتمام كبير بصفحات الفيسبوك، كثرة حالات اختراق الحواسب أو الحسابات وسرقة المعلومات الشخصية، فباتت إعدادات الأمان الشغل الشاغل لمستخدميها لحماية حساباتهم وتأمينها ومن ثم استخدام النصائح الأفضل في إدارة الصفحات الشخصية والعامة بشكل فعال وناجح، بحقق انتشار وزيادة المعجبين. في هذه الفقرة رح نحكي عن أهم الإعدادات لحماية حساب الفيسبوك من خلال عدم اختراقه، وما هي النصائح لنشر الفعال في صفحات الفيسبوك مع مهندسة المعلوماتية منار قسام. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير نور. يسعد صباحك منار. صباح الخير سلمى. منار، يعني بالبداية السؤال اللي بيشغل بال كل المستخدمين الفيسبوك، كيف بقدر احمي حسابي من الاختراق؟ هلأ بداية بس لازم أقول شغلي أنه اختراق حساباتنا للفيسبوك هو بالأساس بسببنا نحن، ما أنه بسبب ثغرة أو جاب موجود موقع فيسبوك، ولا لأنه موقع فيسبوك هو ضعيف، ولا لأنه الداتا بيس تبعيته قادرين الهاكرز يخترقوها بسهولة. هو بالأساس بسببنا نحن، بسبب إجراءات نحن يا أما ما منقوم فيها أو منعمل إجراءات خطأ. هلأ منا قصة الفيروس، الفيروسات يلي بتنزل على أجهزتنا أو نسميها الملفات الملغومة. هلأ كيف بتنزل؟ نحن أوقات بنعمل داونلود لبرامج ما بنكون منتبهين لأو بتنزل بشكل بسيط، خصوصا وقتا بنكون عم نعمل داونلود لبرامج من الصفحات العربية، دائما بتنقلنا من صفحة لصفحة لصفحة بنلاقي حالنا بمكان تاني، فبتنزل فيروسات صغيرة. هاي الفيروسات بتروح بتتخبى بالسيستم تبع الكمبيوتر، بتصير قادرة هاي الفيروسات تعطي صلاحية ل مطورة انه تحصل على كل المحفوظات يلي موجودين بالمتصفح تبعنا، ونحن اوريدي عندنا حساب الفيسبوك مخزن فيه، فهي وسيله لانه نحصل على المحفوظات وكلمات السر تبعيه الفيسبوك. طيب خلينا نحكي معك منار، كيف فينا نحمي فعليا حسابنا؟ قلتي يمكن الغلط بيكون منا، يمكن في اجراءات للامان نحن ما بنتخذها بطريقه صحيحه، يمكن في كثير من الاجراءات لازم ناخذها، مو فقط مثلا نربط حسابنا على الموبايل، في اعدادات خاصه لازم كل فتره وفتره نعدلها نوعا ما. هلا بالنسبه لاعدادات الامان عندنا مجموعه من الاعدادات لازم نقوم فيها، بالاضافه لمجموعه رح نحكي فيها شو لازم نعمل حتى نحمي حالنا من انه يخترق حسابنا. هلا اعدادات الامان بسيطه منا مثلا قصه تنبيهات تسجيل الدخول، يعني نحن بس نعمل لوجين على حسابنا على الفيسبوك ممكن يوصلنا مسج، هي ببساطه فينا نعملها نربط رقم التليفون على حسابنا على الفيسبوك من اعدادات سيتينجز، بنفوت على اعدادات الامان. قصه تنبيهات تسجيل الدخول هي مسج بتوصلنا اما على الموبايل تبعنا او على الايميل. شو بتعطينا هي التنبيهات؟ بتعطينا معلومات عن وقت الدخول على حساب الفيسبوك، التاريخ، من اي مكان، شو نوع البراوزر المتصفح اللي استخدمناه لحتى فتنا. فاذا بيوصلنا مسج بننتبه انه نحن ما فتنا بهذا الوقت على حساب الفيسبوك، مباشره لازم نقوم نغير كلمه السر لحتى نمنع اي شخص من انه يفوت على حسابنا. هي فكره. الفكره الثانيه انه نحن لازم نعمل شيء اسمه التاكيد على الدخول، اللي هي الكود يلي بيوصلنا على موبايلنا تقريبا من 4 خانات، مجرد ما نعمل لوج ان بيطلب منا بعد ما نحط الباسورد بيطلب منا انه ندخل هذا الكود يلي وصلنا على موبايلنا، نحطه كتاكيد، يعني اذا حدا ما معه الموبايل تبعنا حتى لو عرف كلمه السر ما بيقدر يفوت على حسابنا. أكيد. هي قسم منها. كمان الإجراء تبع الكود جينيريتر، هي أداة اللي بتولد الرموز، هي أداة بتولد رمز من تقريبا 6-7 خانات كل دقيقة، فكمان إذا عملنا لوج إن لحسابنا نحن بحاجة إنه نعمل لوج إن ونحط هذا الرقم خلال الدقيقة يلي عم تولد فيها هي الكود، كل دقيقة بتغير هذا الكود. كمان هي من إجراءات الأمان اللي بتزيد
انه نحن ما نخلي حدا يقدر يخترق لنا حسابنا. اذا بنعملها مع مجموعه من الاجراءات، منا قصه مثلا ما نحمل نحن فيروسات على حسابنا، منا مثلا قصه انه الاشخاص اللي بيحملوا موبايلات بتشتغل على نظام الاندرويد ايام بيعملوا داونلود لابليكيشنز من مواقع ما انا موثوقه كثير، مثلا ما انا من جوجل بلاي، فبيعملوا داونلود لهي الابليكيشن ليستخدموها، بس هي بالاساس ما بتكون موثوقه، بتكون كمان عم تعمل عم تنزل الابليكيشنز هي عم بتكون مثل كنز للمطورين تبعت، عم تاخذ كل المعلومات الموجوده على جهازنا، وعم يقدر هذا المطور انه يتحكم بكل الجهاز مو بس بحسابات المخزنه عليه سواء كانت فيسبوك او ايميل او شيء. فالطريقة الأنسب لهيك موضوع أنه نحن ننتبه إذا بدنا ننزل أبليكيشن، مو ممنوع أنه ننزل شيء من خارج جوجل بلاي، بس ننتبه للتقييمات النجوم اللي بتكون على الأبليكيشن، ننتبه للشركة المصنعة لإلها، نشوف التعليقات تبعت اليوزرز، يعني الناس بتعلق على هذا الابلكيشن بتقول انه كان منيح كتير استفادت، لا علق لي الجهاز، لا صار عندي مشكله بعد الجهاز، يعني انتبه لكل هالقصص هاي، وبعدها نعمل داونلود للابلكيشن بنكون هيك واثقين انه ما رح يعملنا مشكله بالجهاز تبعنا. كمان منار يعني من ضمن تصفحنا اليومي على الفيسبوك بيطلع لنا كتير تطبيقات، او خلينا نقول مثل انت مين بتشبهي من الفنانين، انت مين شو برجك بتوافق مع مين، بس نفوت عليها بعضهم بيطلب منك إذن أنه أنا أدخل على صورك وعلى ملفاتك وعلى، هل هي البرامج ممكن تنزل فيروسات؟ طبعا بتأثر كتير دائما، بس عنا نضغط على هيك أنواع من الفيديوهات أو الروابط عم تنقلنا لروابط خارج الفيسبوك، وبتطلب منا أنه تعمل أكسس على ملفاتنا. فهلا واحد ممكن انه ينبسط بالعنوان انه شوف معلومات برجك او شيء، او مثلا شاهد الفيديو الفلاني لسقوط فناني، او شاهد افعى تبتلع انسان، اوكي بهني بيستخدموا عناوين رناني لحتى او كتب اليوزر اسمك أو وهذا الرمز بيطلع حبيبك السري بيطلع كذا، يعني هي الشغلات درجت بالفترة الأخيرة كتير، وهي الضغط على هيك روابط مثل ما قلتي سلمى انه عم تطلب منا انه تعمل اكسس على ملفاتنا، هي عم تعطي ثغرة للمطور انه يقدر يفوت على حساباتنا ويقدر يعمل بعدين تهكير لها. كل هي القصص مع بعضها بتخلي حسابنا ضعيف قدام الهكر. منار يمكن نحن اللي بنشتغل بالمجال الإعلامي بنتعرض كتير لاختراقات لحسابنا، لكتير من الهكرز بيحاولوا يهكروا لنا صفحات، فعليا قديش انا فيني احمي حسابي؟ يعني انا من فتره تهكرت صفحتي ما قدرت استرجع، يعني حاولنا لمده شهر شهرين رجعنا عملنا صفحه جديده، قديش فعليا نحن اللي بنشتغل بمجال الاعلام او اللي عندنا مثلا كمان مشاريع اخرى كيف فينا نحمي حساباتنا بشكل كثير فعال بحيث قد ما حاول الهكرز يخترقها ما بيقدر؟ هلا مثل ما حكينا اجراءات اعداد الامان مهمه كثير، التنبيهات اللي بتوصلنا لحتى نتاكد انه نحن فعلا عم نفوت مع حدا تاني عم يحاول حتى يفوت مجرد المحاوله، لازم كل فتره كل 3 شهور نحاول نغير كلمه السر تبعتنا، ما نحط كلمه سر بسيطه، ما نحاول ندخل من اي جهاز، نحدد الاجهزه اللي بندخل فيها مثلا كمبيوتر الشغل، وحتى كمبيوتر الشغل لانه مستخدم من كثير اشخاص يوزرات تانية يفضل انه ما ندخل من موبايلنا الخاص، ما نعمل ما نكبس على روابط غريبه ما بنعرف مصدرها، اذا وصلتنا رساله على ايميلنا ما نضغطها ونحن ما بنعرف مصدر هي الرساله، كل هي القصص بنقدر نحمي قد ما فينا حساباتنا. طيب منار خلينا نحكي كمان عن النشر الفعال على الفيسبوك، هل له تأثير؟ شو هي قواعد النشر الفعال؟ أوكي، هلأ انطلاقاً من الشيء اللي حكيته نور أنه أنتوا كموزعين مضطرين تنشروا كتير على صفحاتكم أو حتى الصفحات العامة، هلأ قصة النشر المكثف هي قصة ما أنا كتير فعالة بما يخص الفيسبوك، يمكن فعالة كتير بتويتر بس بفيسبوك لا، لأنه خوارزمية العمل بفيسبوك ما بتعتمد النشر المكثف، يعني كل 5 دقائق بوست كل 5 دقائق بوست، لأنه هذا بيساعد خوارزمية العمل بفيسبوك انه تعتبر انه اغلبية المنشورات تبعت الصفحة معناتها هي منشورات غير مهمة، فاذا كانت صفحة شخصية ممكن النشر فيها خلال اليوم مثلا مرتين او 3 اذا فقط. صفحة شخصية تفصل فيها ساعات نشر، اما اذا كانت صفحة اخبارية يحاولوا يفصلوا بين مرات النشر ساعة او ساعة ونص، لانه مثل ما قلت لكم النشر المكثف ما بيخلي المنشور يوصل لعدد كبير من اليوزرز. هون يمكن الفكرة بالعكس، كل ما نشرت اكثر بفكر حالي انا وعم اوصل اكثر، واحيانا بتكون يمكن الصفحة الشخصية هي نفسها صفحة اللي بنعرض من خلالها شغلنا، يعني كمان هي نقطة مهمة.
ايه بس اذا عم نعرض شغلنا ممكن نعرضه مثلا نعمل بوستات، بوست اول بعد ساعه بوست ثاني بعد يعني هلا اذا كان صفحتنا الشخصيه اكيد ما رح تكون ايه ما رح تكون مثل الصفحه الاخباريه صحيح. يعني حتى الصفحه الاخباريه لها سياسه نشر، العالم بتفكر كل ما نشرت اكثر كل ما انا وصلت لعدد. ابدا هي ابدا فكره إن مضبوطه. النشر الكثير ما بيخلي المنشورات توصل لعدد كبير من اليوزرز، وهذا الشخص اللي بينشر كثير ممكن يلاحظها بيتفاجئ من اصدقائه انه ما عم توصلهم المنشورات يلي هو عم بينشرها، لانه النشر المكثف هون ما بفيده بهي الحاله، بده ينشر باوقات منفصله لحتى توصل لعدد اكبر من اليوزرز. هلا بالاضافه للنشر المكثف عندنا قصه المنشورات المميزه، يعني انا شو بدي انشر بصفحتي؟ بدي انشر معلومات مميزه كثير، خصوصا اذا كانت صفحه اخباريه فهي اوريدي عندها موقع عم تنشر عليها هي الاخبار، فهي بدها تستخدم صفحه الفيسبوك كرديف لها، فهي بكفي تنشر الاخبار المميزه وتحفز الناس على انهم يفوتوا على صفحتهم على الموقع الخاص فيهم. لانه بالاضافه لقصه النشر المكثف، شو هي الفيسبوك على شو بيعتمد؟ بيعتمد على مدى وصول المنشور للمستخدمين، بالتالي قد ايه مدى التفاعل عليه، قد ايه عدد الشير اللي بيصير، قد ايه عدد اللايكس اللي بيصير، قد ايه كومنتات بيصير في تفاعل على هذا الموضوع. فنشر مكثف مع محتوى غير مميز ما بيوصل لكثير يوزرز، يعني ما بيصير في تفاعل كثير. اما نشر مغتضب مع محتوى مميز كتير معطي مساحة ووقت أكتر ليوصل وبيصير في تفاعل كتير عليه، نحن بنكون وصلنا هيك بالإضافة لهذا الموضوع عندنا قصة الروابط اللي هي كتير منواجهها نحن. نحن بنعتبر صفحة الفيسبوك هي عبارة عن يوتيوب، هي عبارة عن موقع تاني. الفيسبوك إلى سياسة عمل مختلفة، يعني يوتيوب فينا ننشر فيديوهات وروابط كتير، بس نحن إذا بننشر بالرابط بقلب البوست تبعنا على الفيسبوك شو منكون عم نعمل هيك؟ مجرد ما يجي المستخدم يوصله المنشور عم يشوف عنده رابط مثلا يوتيوب خارج يعني الفيسبوك، عم نكبس على الرابط عم نروح على صفحة يوتيوب أو موقع تاني منشوف الفيديو منرجع على صفحة الفيسبوك. إذا كنا عم نشتغل عن طريق الموبايل تبعنا صارت بجوز تعمل الابليكيشن يعمل ريفريش نكون ضيعنا البوست نحنا، أو مثلا رجعنا ما عاد اهتمينا بقى نعمل لايك او كومنت على البوست لانه نحن اوريدي شفناه وخلص وصلتنا المعلومه. فقصه الروابط الكتير ما بتفيدنا لحتى نعمل تفاعل اكثر ونوصل المنشور اكثر. شو ممكن نعمل بهي الحاله؟ منخفف كتير روابط، ممكن نحط معلومه تشرح الموضوع اللي نحن عم نحكي عنه الفيديو مثلا، منحط صور مثلا اذا بدنا مع الفيديو، هي الصور خليها تشرح مضمون البوست بحيث انه نجبر اليوزر انه يعمل لايك او كومنت قبل ما يستعرض الفيديو بشكل كامل. وفينا حالة تانية انه نحن مثلا بدنا نحط الرابط نحطه باول كومنت، يعني نحط البوست ونقلهم الروابط باول كومنت، هيك الناس بتقرا المنشور بتحط لايك بتحط كومنت وبترجع بتفتح الرابط وبتشوفه، ما منكون ضيعنا ال اكيد. يعني منار معلومات كثير اليوم عطتينا اياها، ومثل ما عودتينا دائما على معلومات جديده، بنتمنى من كل يلي تابعنا يقدر يعرف كيف بيقدر يحمي صفحته على الفيسبوك، وحتى نشره يكون نشره فعال مو غير فعال مثل ما سائد عند بعض الناس. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك منار قصان مهندسه المعلوماتيه لوجودك معنا والمعلومات القيمه اللي قدمتيها. شكرا كثير لك.